السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه اوتوديسك تنكر كات، سهل جدا في الشغل بتاعه. اقول انا عايز كرييت نيو ديزاين، بيبدأ يفتح لي مساحة العمل فاضية وانا اقدر احط الاشكال الاساسية، ومن خلال الاشكال الاساسية دي اقدر ان انا ادمج الاشكال مع بعض واخلي فيه شكل جديد معقد. تقدر تختار مثلا عايز اعمل تكست، مثلا تكتب الكلمة اللي انت عايزها. تقدر تعدل في الورك بلان، تقدر تقول مثلا عايز الورك بلان هنا مثلا، تقدر تعمل سيلكت على العنصر وتعدل تخلي فيه شويه ريديوس في العنصر، تقدر تكبر اللينس وكبر الويدث والهاي زي ما انت عايز، تخليه سوليد او هول من جوه من جوه بالشكل دوت. تقدر تعدل اللون بتاعه، تخلي فيه ليونه في الشكل، او تخلي فيه زي قوس كده موجود مش الجوانب حاده. هتلاقي اشكال كتيرة تقدر تعملها، وشخصيات مثلا تقدر تسحبها وتحطها بالشكل دوت. تقدر تعمل امبورت لاشكال كتيرة جدا 2D و3D تشتغل عليها، وبالذات لو هي اوبجكت او STL او SVG، دي الامتدادات الاساسية عندك. وتقدر بعد ما خلص شكل تسيف OBJ او STL او GLTF، دي حاجات خاصة بال3D برينتر، او تسيف SVG للليزر كاتنج. عندي هنا 3D برنت بيشتغل على، تقدر تختار بقى هتطبعه ازاي. 3D برنت هو موقع سهل جدا ويعني لذيذ، مفهوش اي مشاكل خالص. تقدر تقيس مثلا من اي حاجة لاي حاجة، من هنا مثلا لهنا، يبدأ يجيب لك المعلومات كاملة عن العنصر دوت بشكل لذيذ.